ريزوم. هذا الفيديو هو جزء من سلسلة مقاطع فيديو قصيرة لشرح ماهية تضخم البروستاتا، المعروف أيضا باسم تضخم البروستاتا الحميد أو BPE. يقوم هذا الفيديو بتسليط الضوء على إحدى العمليات الجراحية المعروفة باسم ريزوم، والتي يمكن أن تكون مناسبة لعلاج الأعراض التي تواجهك. يتم إجراء عملية ريزوم عادة تحت التخدير الكامل أو التخدير الجزئي، لذلك لا داعي للمبيت في المستشفى. تستغرق العملية حوالي 20 دقيقة وهي غير مؤلمة. يتم إدخال قسطرة في مجرى البول لحقن نفاثات من البخار في البروستاتا المسدودة، مما يؤدي إلى إزالة الأنسجة الزائدة التي يتخلص منها الجسم بشكل طبيعي، مما يقلل من حجم البروستاتا. يمكن أن يسبب البخار تورماً مؤقتاً في البروستاتا، مما يمكن أن يزيد من صعوبة التبول. يتم إدخال قسطرة في مجرى البول لحقن نفاثات من البخار في البروستاتا المسدودة وإزالتها بعد عدة أيام. بالنسبة لمعظم المرضى، هناك تحسن تدريجي في الأعراض على مدى فترة شهرين. تتضمن الفوائد على المدى البعيد عدم الحاجة إلى تناول الأدوية لعلاج تضخم البروستاتا، تحسن تدفق البول، تحسن جودة الحياة، بما في ذلك الحفاظ على الوظيفة الجنسية، والعودة السريعة إلى الأنشطة اليومية العادية بعد العملية. قبل العملية سيناقش الطبيب معك الآثار الجانبية المحتملة التي قد تواجهها. هذه الآثار تشمل ألماً أثناء التبول، وزيادة التبول بشكل متكرر، وصعوبة التبول أو عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل، ووجود دم في البول أو السائل المنوي. يتم التعامل مع معظم الآثار الجانبية خلال 3 أسابيع من العملية. يجب ملاحظة أن عملية ريزوم ليست مناسبة لجميع حالات تضخم البروستاتا. سيتحدث جراح المسالك البولية معك حول خيارات العلاج بناء على حالتك الشخصية. المزيد من المعلومات متاحة عبر الإنترنت مثل المواقع المذكورة. يرجى مناقشة أي مخاوف بشأن الأعراض مع طبيبك العام.